عزيزي المشاهد، إذا راويت بنية في اليوم صورة هذا الحيوان احتمال تقول لك ياي إيش قد كيوت، وإذا تقول لها اسمه غرير العسل راح تقول لك فدوة حتى اسمه كيوت. بس أحب أقول لك هذا الحيوان الغرير العسل يأكل الثعابين السامة ويغزو خلايا النحل ويتعارك ويا الأسود ويخطف أولاد الفهود ويسرق الطعام وباقي له بس يأكل مال اليتيم ويلعب قمار. وبالمناسبة هذا الحيوان موجود عندنا بالعراق. عزيزي المشاهد، غرير العسل حيوان قوي وشجاع، جسمه ما كبير صغير بس يحير، مخالب قوية جدا وجلد سميك بمادة مخاطية تحميه من لدغ الثعابين والنحل، وعنده غدة تطلق روائح حيل صعبة، والانترنت مليان صور وفيديوهات المعاركة ويا الأسود والضباع والفهود. يعض وجه الحيوانات ويمزق لحمهم، وعنده حركة خطرة انه يهجم على العضو التناسلي للقدامة ويقطعه. عزيزي المشاهد، اخاف عليك، اذا تشوفه اشرد، حافظ على رجولتك واشرد. واكو طير اسمه دليل المناحل، هذا الطير يحب العسل بس يخاف من النحل، وبس يشوف خلية نحل يروح الغرير العسل يقول له هلو غرير لقيت لك عسل تعال وياي، يدلي على الخلية، يدخل غرير العسل ياكل ويشبع وياكل الطير اللي يتبقى من العسل، هالطير يفيد ويستفيد. الحقيقة غرير العسل استغلالي وحرامي أحيانا بس شجاع، أشجع الحيوانات في أمان الله.